هالو ميني ليبي ستودنتن، النهاردة هنتكلم عن دي بيرسونال برنومن، الضمائر الشخصية. أنا إيش كومة أوس برلين، أنا جاي من برلين. نحن فيا كومن أوس برلين، إحنا جايين من برلين. طيب تاء الضمائر بقى المخاطب، دو أنت أو أنتي، دو كومس دو أوس برلين، هل أنت جاي من برلين؟ إيا أنتم أو أنتن، كومت إيا أوس برلين، هل أنتم جايين من برلين؟ زي حضرتك، وبتتكتب زي غروس، تكتب الإس كابيتال، كومن زي أوس برلين، هل حضرتك جاي من برلين؟ وتاخد برضو معنى الجمع، هل حضرتكم جايين من برلين؟ طيب ضمائر الغائب اللي هي ايه؟ إير هو، زي هي، اس غير عاقل او بلد، زي جمع هم او هن. طيب البايشبيل اللي عندنا، داس ايست توماس، ده بيكون توماس، إير كومت أوس إنجلاند، هو جاي من إنجلاند. داس إيست هيلجا، زي كومت أوس أوسترايش، هي جاية من النمسا. داس زيند هند أند هبة، هند أند هبة يبقى كده جمع، يبقى هياخدوا الضمير زي للجمع، هما زي زيند كيندا، هما بيكونوا أطفال. داس زيند علي أند أحمد، دول بيكونوا علي وأحمد جمع برضو، زي زيند فرويند، هما بيكونوا أصحاب. برلين ليكت إن دويتشلاند، برلين تقع في ألمانيا. إس إست مودرن، هي حاجة حديثة، لأن كانت عاصمة ألمانيا قبل كده هامبورغ، فدي العاصمة الحديثة لألمانيا. طيب هنا برلين عوضت عنها بالضمير إس للبلد أو غير عاقل، أقول إيه؟ إس. طيب نشوف كده مع بعض هنا، في هايس دو، انت اسمك ايه؟ يبقى اجابتي انا اسمي إيش هايس بيتر. في هايسن، ايه الاجابة عندي؟ غالف مايا. في هايسن، يبقى لازم اختار الضمير زي، وهنتكلم عن تصريف الافعال. في بست إيش ولا دو ولا زي، إيش بين سميع، انت مين؟ انا بكون سمير، يبقى دو، فيربس دو. woher kommen ihr frau müller، frau او herr يعني زي مستر وميسز، frau ميسز، فلازم هختار الضمير زي غروس، الاس اللي مكتوبه كابيتال، حضرتك جايه منين؟ frau müller، قالت aus wien، من فيينا. سامي und عمر gehen in klasse 11، هما بيروحوا الصف ال11. طيب إيه زي إس هابن أين أغبايت، هم عندهم إيه؟ شغل أو هيعملوا حاجات في الفصل. طيب يبقى سامي وعمر دول جمع، يبقى أختار زي هم. داس إست ماين زوجنس، دي شهادتي. إيه هابي إيش دويتش أين أينس، أنا جبت إيه الدرجة الأولى، يبقى أنا، يبقى الضمير إيش. Danke. Tschüss.